ده شبيه؟ بتشتمي نفسك؟ لا طبعا يا طموره، بشتمش نفسي، انا بشتم البت حنان الرمه. قال ايه؟ قالت لي ان انا وحشيت، وان الست لما بتبقى حامل في واد بتورم وبقلل ومناخيرها عتيبه بتفرطش كده. بذمتك يا طموره انا بقيت وحشه؟ ده انا زي القمر اهو. يا شوقيه يا حبيبتي، دي كلها يعني خرافات. يمكن اللي بيخليكي وحشه شويه الميك اب الاوفر اللي انت بتحطيه، مش ربيع خالص. انا وحشه طموره؟ بقول الميك اب. طب ايه رايك بقى ان انا مش حاطه ميك اب؟ طب ما تحطي ميك اب يا شوقيه. حل بقى المشكلة الرغيف والبطالة ولا في جدول أعمال؟ في جدول حصص مش جدول أعمال. هرجع الشغل تاني يا تامر. إيه ده؟ مش واخد إجازة؟ أيوة، بس النهاردة الصبح كلمتني جاكلينا دي زميلتي في المدرسة بتاعت التدبير المنزلي، وقالت لي إن أبلة عطية الموجهة قطعت الإجازة وراسها وألف صرمة إن أنزل الشغل تاني. لا هي مش عارفة إن أنت حامل؟ أيوة، ما هي دي النسيبة عشان عرفت إن أنا حامل، ودي بقى ست معقدة كده وما اتجوزتش. ولا خلفت؟ بقول لك ما اتجوزتش يا تمورة. انت عملت ايه؟ لا انا الحمد لله اتجوزت وحبلت وان شاء الله هخلف. والله عملت ايه مع المعقده؟ ابدا، اضطريت اعزمها على الغدا بكره. هو انا صحيح هتعب شويه بس يلا مش مشكله، هي ديتها تزلط صينيه المسقعه باللحمه المفرومه والسليبر، واعمل لها كمان معاها رقاق كده وخليها تحلي برموشه الست وتتكون بقى. الله يا شوقيه، دي احلى اكله انت بتعمليها، بموت فيها. وساعتها بقى ايه؟ اقول لها شمال شمال يمين تقول امين. نفس اللي بيحصل معايا بالظبط بعد ما باكل. طب شوقي ممكن تعملي حساب نفر كمان؟ قصدك ربيع؟ ده؟ لا يبقى كده نفرين، عشان عازم رجل اعمال اسمه كريم الروبي، ده رجل اعمال كبير جدا يعني، وعايزني امسك له شغله وارفعه القضية. انت عارف انا مين؟ سوري هيثم. الحمد لله انه غبي. ممدوح، تعالى سوقي معايا دي. تعبت. طب انا عايز افهم حاجه، ما دام انت عارف ان ده يحصل لك لما تنزل من البيت، بتنزل ليه؟ عمو شفيق الله يخرب بيته، مريني تريقه ونكت سخيفه. طب معلش يا هيثم، طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا اوريدي بتعالج بقالي اسبوع بالابر السبايه، كل يوم باخد حقنه هنا وحقنه هنا وحقنه هنا وحقنه هنا وحقنه هنا. باين حاجه؟ طب لف كده. انت خسيت 20 جرام؟ يس. مش عارف او زدت. بص، احسن حاجه انك تستمر على العلاج. انا مش هستمر، انا هاخد حقي من اللي عملوا فيا كده. مش ممكن حقنه هرمون صغيره تعمل فيا كل ده، وانا كنت خدت حقنه كبيره. يا هيثم ما انت الغلطان، ما حدش قالك تروح تاخد حقنه العضل دي. مش معنى ان داليا قلبتك يعني وراحت للواد الجتة ده فانت تروح تعمل زيه. لعلمك انا ممكن اكون احسن منه، لكن للاسف فقدت اعز ما املك. ايه؟ الفيتنس بتاعي. يا راجل احمد ربنا، الحمد لله ما كانش حاجه تانية. حياتي كلها اتدمرت يا هيثم، مبقتش عارف اسفر زي زمان. بص كله اتفافى، بقيتش عارف اركب العربيه السبور ورا. حلمي الكبير باني ابقى راقص باليه مائي قد الدنيا انتهى. داليا اللي بحبها استحاله ترجع، ولو رجعت ما اقدرش اقول لها خسي. حتى الرقص بخ، اقول لاصحابي في النادي وفي الديسكو. معلش يا هيثم معلش، بس انت عارف بقى التخن ده ممكن يكون ستايل جديد في الرقص. تفتكر كده؟ طبعا لازم تتعود انك تواجه العالم،
لازم تحب جسمك هيثم. انت من اللحظات دي لازم تقوم وترقص. ارقص ارقص غصب عني ارقص يو غصب عني ارقص ارقص كما النخل باصص للسما ارقص كما النخل باصص للسما. يا بنتي هيثم معلش اهدي يا حبيبي تعالى. معلش يا حبيبي والله خلاص معلش هم غلطانين. خلاص بقى معلش انا عارف ان انت بتمر بمحنه بس جنبك اصحابك يا اخي اشر انت وانا اي حاجه تطلبها انا البيها لك على طول. طب يعني لو ما فيهاش رخامه يعني ايه خد بايدي ودي للحمام. حاضر يا حبيبي. ممدوح يا دوحه تعالى والنبي عشان استاذ هيثم عايز ادخل حمام. يلا اوعى ايدك انا مش مستني اشوفها من حد. اوعى اروح الحمام لوحدي اعملها لوحدي. ياسر فين هيثم؟ هيثم دخل الحمام ادعي له ربنا يسهل حاله. anyway انا ما يهمنيش اشوفه اصلا انا جاي ارجع له دباديبه ضرباته سلطاته بابا غن. ايه ده انا بتكلم كده ليه؟ ما علينا انا عايزك تقول له ان انا مش عايز اشوفه وش تاني ولا اقول لك ما تقولوش حاجه. انا عايزاه يعرف انه بقى ولا حاجه بالنسبه لي. بس هو لو ولا حاجه انا المفروض ما يهمنيش انه يعرف انه بقى ولا حاجه. بس برضه هو ولا حاجه وانا لو شفته في اي حته مش حاسس بوجوده اصلا. مستحيل. مش عايز اشوفه من حد. سوري انت ايه اللي حصل لك؟ غيرت قصة شعري. انا عارف اني بكذب كل ده من الفراخ البيضة بس الفتنس بتاعي لسه زي ما هو. تسمحي لي بالرقصة دي؟ انا قلبي دليلي قلبي حطت دي انا قلبي دليلي دي تعبت بقى تعالي نشرب حاجة تعالي نشرب حاجة. منورنا يا استاذ كريم والله. حضرتك تحب تشرب ايه؟ هتندهش لو قلت لك ان انا مش عاوز اشرب حاجه وهتندهش اكتر لو قلت لك ندخل في الموضوع. طبعا ندخل في الموضوع. انا سمعت حضرتك عندك مشروع او حاجه وعايزني ابقى المستشار القانوني بتاع حضرتك حاجه زي كده يعني زي ما سمعت على التليفون. هتندهش لو قلت لك ان انا فعلا عندي مؤسسه وعاوز اصفيها. مؤسسه بيني وبين شريكه حياتي انا وهي هننفصل هندمر المؤسسه دي هنفسخها. يعني انتوا كنتوا فاتحين ايه بالظبط؟ مش لما يكون واحد وزوجته هيبقوا فاتحين ايه؟ بيت كنا فاتحين بيت. والبيت ده فيه اولاد؟ اهي دي اعلى بقى. لما يكون فيه زوج وفيه زوجه يبقى فيه ايه؟ لازم يبقى فيه اولاد. قدرنا ننتج ثلاثة بعد ما اتجوزنا على طول. واحد 9 سنين وواحد 6 سنين وواحد 3 سنين وشغالين وبيسددوا في ديونهم دلوقتي تمام. بيغطوا تكاليفهم يعني. بالظبط كده. كبير شغال في اشارة الدقي مناديل وبتاع وحاجات كده والصغير شغال سايس عربيات بكره يبقى صاحب اجنسي كبير قوي. مشكلة بقى عندي في التقسيم بيني وبين مراتي. احنا عندنا 3 ولاد زي ما قلت لك. مش معقوله هي تاخد 1.5 وانا هاخد 1.5. ده غير ان في مشاكل تانية وحاجات كتير قوي يعني. طب حضرتك يعني اشمعنى اخترتني انا يعني؟ شوف يا استاذ تامر انا اشتغلت كل حاجه في الدنيا. هتقول لي ان الموضوع ده ملوش علاقه بالكلام اللي انت بتقوله بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا هتندهش لها. انا واعوذ بالله من كلمه انا بتاجر في السلاح وهتندهش اكتر لما اقول لك اني بفتح مستشفيات. اندهش اكتر بقى. ايوه اندهش. عندي مول كبير جدا ملابس محجبات جنبه مول كبير جدا ملابس مايوهات. كل حاجه شيء ونقيضه شيء ونقيضه. لدرجه ان انا دلوقتي رحت وكلت محامي اكبر محامي في البلد واحسن واعظم محامي في الاحوال الشخصيه في نفس الوقت جيت لك انت. شيء ونقيضه
محامي صغير وحمار. بالظبط كده. اه يعني انا فخور ان حضرتك اخترتني. نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا. انا لما رحت للمحامي الكبير كنت رايح له بوجه تاني خالص، عيون خضر وشعر اصفر يناسبه. معاك انت عشوائي شيء ونقيته. ايه يا راجل مالك، انت مش عازمني على الغدا ولا ايه؟ طب حضرتك تحب تاكل الحلو الاول ولا الوحش؟ في حاجه انت ما تعرفهاش عني، انا ما احبش حد يقتحم خصوصياتي ويتكلم معايا وياخد ويدي معايا في الكلام كده بدون داعي وفي كلام ملوش لازمه. انا واعوذ بالله من كلمه، انا اللي اختار الناس اللي اتكلم معاهم واختار المواضيع والحوارات اللي افتحها معاهم كمان. اسمع، انا راجل واطي قوي وعالي جدا، شيء ونقيضه. راجل غريب، راجل خنيق قوي شويه، بس عارفه لو كسبت القضيه دي هبقى وضعي مختلف تماما جدا جدا نهائيا. عارفه ليه؟ لان انا واقف قدام اكبر محامي في مصر راس براس. بص يا تامر، الراجل ده مهما عمل لك وضايقك لازم تستحمله، لان انت محتاج للشغل بجد، فاهم؟ انت ما تعرفش سيد اخويا بيقول عليك ايه. نعم، سيد بيقول ايه؟ لا مفيش داعي بقى، بس لازم تعمل في حسابك ان الفلوس اللي في البنك دي هيجي يوم عليها وتخلص. والميكروباص يا تامر اللي سواقه نايم بيلبس في عمود. اوكي شويه. انا حاسس ان الوضع هيبقى غريب شويه على فكره. في ايه يعني؟ يعني الراجل ده هيتغدى مع الست اللي هي جايه عطيه دي. يا سلام، وهو بيتقرف يعني؟ لا بس هو يعني راجل صعب شويه. هي اصلا ما بتحبش الرجاله وعمرها ما هتوجه له كلمه. ايه ده ازاي؟ هي مش موجهه؟ ده بديبي وحاجاتي وسلطاتي وبابا غنوجي، اوديهم فين دول يا دليل؟ ما انت عارفه اهو قطي يا دوب شايلاني بالعافيه. ايوه، ما انت غلطت غلطه كبيره وخليتني اعمل كده. اخرسي. ايه؟ هتهربني بالقلم تاني؟ ما اقدرش، دهوني بتمنعني، وكل ده بسببك. احمد ربنا اللي جرالك ده خلاني اتعاطف معاك شويه صغيره. بجد؟ يعني كصديق. طب وحبنا؟ خلاص انتهى، من بعد ما مديت ايدك عليا تاني مره. انا مش ضماني بعد ما نتجوز هيحصل ايه. ده اللي استنيني، ممدوح حب يدي، راعي ضعفي وبطء. ايه؟ على مهلك، واحده واحده. مش عايز شفقه من حد، مش عايز شفقه من حد. اراعي ضعفك وبطئك؟ فاكر زمان ها لما كنت بتستغل ضعفي وبطئي؟ كان طيش شباب. وبعدين سامحيني، انا محدش يعرف مشاكل الناس الا لما يتلط فيها. واللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. اهلا يا ابو عطيه، اتفضلي. ده بيتك؟ بيتك. ولما هو بيتك بتشتغلي ليه؟ لما انت عايشه في بيت زي ده بتشتغلي ليه؟ حرام عليكي، سيبي فرصه لغيرك ياكل عيش. ولا هي طفاصه؟ ما انا عشان كده يا ابلة عاوز اخد الاجازه. اجازه؟ عايزه تاخدي اجازه؟ انت تستقيلي وتسيبي لغيرك فرصه. بس انا بحب شغلي يا ابلة. ما كلنا بنحب شغلنا. 30 سنه حب ما عملناش كنبه زي دي. ايه ده؟ دي بصوصه ومساعدين. ابلة عطيه، تامر جوزي. اهلا اهلا وسهلا. سلمش على رجال. ده من حسن حظنا. ايه؟ قصدي يعني من حسن حظنا حضرتك نورتينا. شو ايه؟ الغدا عشان مش هروح اخرب انا بقى. طب خلاص خلاص خلاص، انا مستعد ارجع. بجد؟ بس لازم تخس شويه. نعم يا رخالتك. ايوه طبعا، انا ما احبش ان خطيبي يبقى شكله مش متناسق معايا، بينما ما بحبش تخين اصلا. انت ما عندكيش اي انتماء. انتماء؟ انا ما عنديش انتماء؟ انت بقالك قد ايه تخين عشان تقول لي اصلا ان انا ما عنديش انتماء؟ انت تعرف ايه عن التخن اصلا؟ ده اعرف، اعرف عن التخن كتير قوي، اعرف. انا اسف، انا اسف، ما كانش قصدي والله، اصل في ظروف صعبه قوي. ده اللي انا بعتذر لك من كل قلبي. انا مش هقدر اسامحك على طول، بس انا هقف جنبك. ميرو الامبلايز خد السنه اللي فاتت حقنه ورفع. لو كلمتيه هديكي بالجزمه. لا هكلمه عشان يجيب لك الحقنه اللي هو خدها. بعدين يمكن يعني تعمل معاك شغل ولا اي حاجه. طب كلميه
بقولك ايه؟ نجيب الحضن. لا مش هينفع، احسن كده انا هتزنق. طب هتتزنق؟ نفسي تفضل تخين كده عشان اخلص منك طاري. انا قلبي دالي. تعبت. معلش حبيبي. اقعد ريح. مش عايز شفاء من حد. طب طز فيك. داليا داليا ممدوح، خد بيدي يا ابني. اتفضل. عليك بقى، مش عارف لما تدوق اكل شوقيه مراتي ايه اللي هيحصل لك؟ هتندهش. انا فعلا مندهش. ايه السكاموز ده؟ ايه يا ابله في ايه؟ اخصى عليك يا شوقيه، ده انت طلعتي ايه كده يا بنت؟ انت بذمتك جايباكني عشان اتغدى؟ لا طبعا، جايباكي عشان الاجازه. اقصد يعني طبعا عشان تتغدي. انا فهمت، شفت السكاموز معدي وضربت عيني في ايده ما لقيتش دبله. برافو عليكي شوقيه، صح عندك حق، انا لازم اتنيل بقى واتجوز عشان ارحم الناس من شري. شوقيه انا شر، انا سوداويه قوي من جوه. شوقيه انا غبيه. واضح يا ابله، بلاك بلاك. يا ريت بقى يعني تتجوزي، بس الراجل ده يعني زي ما هو بعبله. ده انا 30 سنه بشور نفسي، انا عايزاه زي ما هو كده. ده سكاموز سكاموز خالص. شوقيه فين بقيت الاكل يا شوقيه؟ حاضر يا حبيبي حاضر. طيب اودي انا الاكل؟ لا يا اختي، عنك يا اختي، جايه لك يا نصيبي. عطيه موجهه شوقيه بالإدارة التعليمية بكفر غطاتي والعمرانية. يا خراشي يا ناس سكاموز. خلاص خلاص يعني أنا مش فاهم يا حضرتك، هو مش حضرتك أصلا مش بتسلمي على الرجالة؟ ومين قالك إنه راجل؟ إيه؟ ده سكاموز عالي قوي وأنا مندهش. أنت لسه شفت حاجة؟ أزلط يا سكاموز. شو إيه؟ خسامر يا خسامر. إيه يا طمورة، حسب ربيع؟ مين ست يا شوية؟ اسكت يا طموره، ده انت هتموت من الضحك. على ايه؟ الوليه فاكراني جايبه لها الراجل ده عريس. وانت طبعا قلت لها ان هو ده العيش، دي مصيبه يا شوية. طب انا كنت اعمل ايه يا طموره؟ ما انا عايزه اخد اجازه. لا شكلي كده اللي هاخد اجازه. يا عم وانت محتاج الشغل في ايه؟ نعم؟ اقصد يعني ما انت عندك فلوس قد كده في البنك، رزم رزم بالعبيط. وسواق الميكروباص اللي نايم يا شوقية. يا اخويا ما تخليه نايم وباركب عربيتك يا طموره. تامر ما تقفش في وش النصيب وسيب الامور تمشي كده زي ما هي. وبعدين يا اخويا الراجل جاي يطلق، يبقى لازم يتجوز، وما تنساش الشيء ونقيده. كفايه. كل كل واحكي لي عن نفسك كده وانت بتاكل عشان الكلام يطلع مسبك. اسمي كريم، ما بطبخ على راجل اعمال. سيبيه 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 بقى. اوعى سيبني انت، ما بحبش راجل يلمسني. يا كدابه. اوعى، ما بيحبش يشرب من ايد راجل. مين دي يا استاذ تامر اللي عماله من الصبح تقول ليش كباله؟ استاذ كريم على فكره انا ما اعرفهاش اولا، ثانيا انا ماليش علاقه بالموضوع ده خالص. يا استاذ تامر ده اختراق لخصوصياتي، والحكايه دي ما حصلتليش في حياتي غير اسبوع واحد قضيته في الحجز. ايوه وانت عارف كويس جدا ان انا ما بحبش حد يخترقني. اين حضرتك بتحب الانعزاليه وهي ست فوضويه؟ يبقى كده زيتنا في ايدينا. عيبك يا استاذ تامر انك فاكر نفسك ظريف في عندي، مع انك مش ظريف خالص. يا استاذ كريم حضرتك داخل على المطبخ. ده المكتب بقى على فكره. يعني يا عطية نسيت أقول لك حاجة مهمة خالص، إن المسقعة لطيفة جدا، إنما الكفتة يا شوقية. إيه الراجل الرمة ده؟ انت مش هتبطل الفلايس نيجان زفت بتاعك ده وتركز شويه في شغلك؟ طيب فلاي دي معديه عشان في حروب ولعبه وكده، نيشن دي بقى خيالك جابها منين يا شويه؟ وبعدين شغل ايه؟
انت خلاص طيرتي الشغل. بقول لك يا تامر، خلصنا بقى من الاكلاشيه الزفت بتاعك ده، وبعدين انا اتزفتت يا اخويا معايا والاجازه بتاعتي اتلغت. مش انت كنت عايزه ترشي الموجهه يا شوقي؟ عندك حق طموره، مفيش احسن من الاخلاق والمبادئ والطريق المستقيم، ودينا هو ماشيه فيه والاجازه بتاعتي رجعت تاني. ازاي؟ شوت. ابدا، رحت الوزاره لقيت السخامه دي اللي اسمها عطيه رجعتني الاجازه تاني ومدها لي سنتين كمان. كوير كيك. ازاي؟ في تشابه اسماء بيني وبين واحده عندها ظروف مرضيه، قامت رجعت الوليه على الشغل وادت لنا الاجازه. انا بقى استنهزت الفرصه وقلت بركه يا جامع. ما شاء الله ما شاء الله، اخلاقك بتبهرني يا شوقيه. بقول لك يا طموره، ما تسيبك من الاخلاق بقى والكلام الكبير ده، وخلينا في الفلايس نيشن، انا عايز العب معاك. ماشي. بصي انا هلعب بالارسنال. وانا هلعب باسمنت اسيوط. يا بيئه يا بيئه، انا زهقت منك. ايه ده يا عزومه؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ ده انت رجعت زي الاول بالظبط. كانوا اسوأ اسبوعين مريت بيهم في حياتي. الحمد لله بالعزيمه والرياضه والقوه خسيت تقريبا النص. لا ازاي بقى؟ ده انت رجعت زي الاول بالظبط يا عم انت. تقريبا النص. الحمد لله. يلا عشان نلحق نبص على السيراميك. يلا يا حبيبتي يلا، احنا متاخرين. يلا يا ماما يلا. هون جاشي قلبي بني يا حبيبي.